مرحبا بكم. يمتلئ العالم الذي نعيش فيه بالعديد من الطيور المختلفة والمفترسة والتي تشكل خطرا على كافة الكائنات الحية، ولذلك سوف نشاهد معا في هذا الفيديو أخطر الطيور الموجودة على وجه الأرض. ولكن أولا مشاهدين الكرام، ادعمونا بإعجاب للفيديو واشتراك بالقناة حتى يصلكم منا كل جديد. 10. طائر النوء العملاق. يعتبر من الطيور الجارحة التي تعيش بالقرب من القارة القطبية الجنوبية، وهو يمتلك قدرة لا مثيل لها في تتبع الطيور والفرائس المختلفة بما فيها البطاريق والفقمة بمختلف أحجامها وأنواعها. وإذا حاول أي حيوان آخر الهجوم على طعامه يتصرف بعنف وشراسة، بالإضافة إلى أنه يتمتع بأجنحة قوية وكبيرة جدا، كما أن لديه حدة قوية في النظر، ويتضمن نظامه الغذائي أيضا على الكائنات التي تعيش في المياه مثل الأسماك والجمبري والحبار. وقد أكد العلماء أنه يمتلك القدرة على الهجوم على مختلف فصائل الحيوانات والتفرقة بين أفرادها. يحدث هذا مع البطريق وحيوان الفقمة وأي كائن حي آخر، كما أنه قادر على الهجوم عليهم وإغراقهم بعنف. 9. طائر التم الأبكم. يعرف هذا الطائر بجماله الخاص، كما أنه معروف أيضا أنه يعيش في أوراسيا. هو يمتلك منقارا خاصا به يميزه عن أي طائر آخر يعيش في نفس هذه المنطقة. هو يمتلك سلوكا مميزا في التواصل مع باقي أفراد القطيع بكل سهولة، حيث أنه يتبادل الصافرات والأصوات العالية بين باقي أفراد القطيع لكي يتواصل معهم بكل سهولة. هذا إلى جانب قدرته على السباحة بسرعة كبيرة كي يهرب من أي خطر وشيء، ولهذا فهو قادر على التعامل بعنف مع أي طائر آخر أو أي حيوان مفترس يقترب منه. ففي إحدى حدائق الحيوان في شيكاغو في عام 2012، استطاع هذا الطائر الهجوم على طائر آخر من نفس الفصيلة كان على متن هذا القارب، حتى تمكن من إغراقه في المياه وتوفي في النهاية. 8. النسر ذو الذقن. يعرف هذا النسر بقدرته الكبيرة في القيام بعمل أشياء خطيرة، وهذا ما جعله يكتسب صيتا فريدا من نوعه. هو قادر على حمل الحيوانات الأخرى والطيران بها في الهواء، حتى يقال أنه قادرا على حمل الأطفال بكل سهولة. هذا يعني أنه واحدا من الطيور المتعطشة للدماء، وتعتبر العظام هي المكون الرئيسي لغذائه، إذ أنها تشكل حوالي 80% من الوجبة التي يسعى هذا الطائر إلى التهامها، حيث يحمل هذا العظام إلى ارتفاعات عالية ومن ثم يلقيها على الصخور حتى تتحطم ويتمكن من افتراسها فيما بعد. وبهذه الطريقة يتمكن من تقطيع العظام إلى قطع صغيرة جدا ليتناولها بكل سهولة. وما يثبت على أنه واحدا من الطيور الخطيرة هو أن الأسطورة اليونانية تقول أن هذا الطائر تمكن من قبل من حمل سلحفاة كبيرة وقام بإلقائها على رأس هذا الإنسان ظنا منه أنها صخرة. 7. النعامة. تعتبر النعامة أضخم وأكبر طائر حول العالم، وهو يعيش في إفريقيا. الجدير بالذكر أن سرعته في الركض تصل إلى 69 كيلومترا في الساعة. يقال أيضا أنه قادر على تجاوز هذه السرعة لو كان يهرب من أي حيوان مفترس، كما أن وزنه يتراوح ما بين 65 كيلوغرام إلى 145 كيلوغرام، بينما يتراوح طول النعامة ما بين 180 سنتيمتر إلى 275 سنتيمتر. هذا ما يجعلها واحدة من الطيور القوية والخطيرة جدا القادرة على التصدي لمختلف الكائنات الحية، بالإضافة إلى أنها قادرة على استخدام أقدامها ومخالبها في تسديد العديد من الضربات القوية جدا. يقال أنه كل سنة يتم تسجيل حوالي 3 هجمات قاتلة من قبل النعامة على البشر. 6. العقاب المخادع. يرجع الموطن الأصلي لطائر العقاب إلى غابات وأدغال جنوب الولايات المتحدة الأمريكية، ويشتهر بلون الريش الأبيض والرمادي الذي يغطي الجسم بالكامل، ولكن أكثر ما يميزه الريش الفريد من نوعه والذي يغطي منطقة الرأس. يتراوح وزن هذا الطائر ما بين 6 كيلوغرامات إلى 9 كيلوغرامات، كما أن طوله يصل إلى 105 سنتيمتر. وفي هذه الفصيلة يزيد طول الأنثى عن الذكر، بالإضافة إلى أنه من المعروف أن هذا الطائر لديه أطول مخالب حول العالم، فهو يمتلك القدرة على حمل الفريسة بمختلف أحجامها إلى الهواء في ارتفاعات عالية جدا مثل الدجاج والخراف والخنازير الصغيرة، وقد قيل أنه قادر على حمل أشياء بوزن يساوي وزنه تماما. في عام 2010 تم تسجيل فيديو لهذا النسر وهو يهجم على مجموعة من الباحثين والذين كانوا يحاولون القيام بوضع مجموعة من الكاميرات في هذا الموقع، ولكن لحسن الحظ أنهم كانوا يرتدون خوذة فوق رؤوسهم، وهذا ما ساعدهم على النجاة من هذا الموقف الخطير للغاية. 5. طائر الغواص الشائع. يعيش طائر الغواص في كندا وفي ولاية مينيسوتا، وهو يعتبر واحدا من الطيور الماهرة جدا في السباحة، كما أنه يمتلك القدرة على الغوص في المياه لمسافة بعيدة حتى يتمكن من صيد الأسماك.
إذا شعر هذا الطائر في يوم من الأيام بخطورة كبيرة تحيط به، سوف يتصرف بعنف شديد مع مصدر هذا الخطر. هذا إلى جانب أنه يمتلك منقارا مميزا جدا، يمكن غرزه بقوة في بطن أو رقبة أي طائر آخر يشكل له تهديد. في أحد الأيام قام أحد العلماء بالتعدي على هذا الطائر، فكانت ردة فعله عنيفة جدا، إذ غرز المنقار الخاص به في قلب هذا الباحث ومات على الفور. رابعا، الصقر الجارح. يعد الصقر الجارح واحدا من الطيور الخطيرة والمخيفة جدا، والتي تشكل خطرا وتهديدا على كل الكائنات الحية، ويفضل تناول الثدييات الصغيرة، حيث أنه يقوم بصيد الفريسة قبل أن يذهب إلى الغابة التي يعيش بها، هذا إلى جانب تفضيله لتناول السحالي والأرانب والثعابين. يقال أنه أيضا من الطيور التي تتمكن من الهجوم على البشر دون أي خوف، وقد قيل أنه في عام 2018 تعرض الكثير من الناس إلى هجمات من هذا الطائر في مدينة تربي في إنجلترا. ثالثا، طائر العقعق الأسترالي. أظن أننا جميعا نحب أن نفعل أشياء تكاد تدفعنا للجنون. الغريب أنه في عالم الحيوانات هناك البعض منهم يتصرف بنفس الطريقة. يعد هذا الطائر الذي يعيش في استراليا وغينيا الجديدة ونيوزيلندا واحدا من هؤلاء الذين نتحدث عنهم، ففي موسم التزاوج الخاص به تتراوح في الفترة ما بين شهر أغسطس إلى أكتوبر، وهذا ما يجعل الذكور في هذا الوقت يتصرفون بعنف جدا مع الكثير من البشر، خاصة راكب الدراجات. هذا ما يجعل الكثير من الناس يتجنبون هذه المناطق التي يعيش فيها هذا الطائر وفي مثل هذه الشهور، حتى لا يواجهوا مشاكل كثيرة مع هذا الطائر. كما أن البعض يحاول أن يضع نظارات على الخوذة، وذلك لكي يوهم الطيور بأن من يقود هذه الدراجة يرى أي طائر سوف يهجم عليه. ثانيا، طائر النورس الفضي. يعد طائر النورس واحدا من الطيور الخطيرة التي تتصرف بعنف مع أي شخص دخيل، بالإضافة إلى أنه قادر على افتراس العديد من الحيوانات الأخرى بكل سهولة. الجدير بالذكر أن طول جناحه يصل إلى 150 سنتيمتر، بينما يصل وزنه إلى حوالي 1.5 كيلو جرام، كما أنه يعتبر واحدا من الطيور الهمجية التي تهجم على أي طعام تراه أمامها. بالفعل تم تسجيل العديد من الحالات التي هجم فيها الطائر على حيوانات مختلفة وأشخاص متعددين، كان ذلك في المملكة المتحدة. من بين هذه الحالات طفلا أصيب بجروح بليغة في وجهه بسبب أن هذا الطائر قام بالهجوم عليه. وفي عام 2001 تعرضت إحدى السيدات إلى جرح كبير في رأسها، كما أن هذا الكلب تعرض للوفاة على يد هذا الطائر. وأيضا في عام 2002 توفي أحد الرجال من قبل هذا الطائر. أولا وأخيرا، طائر الكسواري. يشبه هذا الطائر الديناصورات، لذلك فهو يعد واحدا من الطيور المخيفة، حيث يصل وزنه إلى 60 كيلوجرام تقريبا، بينما يصل طوله إلى 180 سنتيمتر. هو يشتهر بلون الرقبة الأزرق الذي يغطي الرقبة بالكامل، كما أنه يمتلك عرفا كبيرا وصلبا فوق رأسه، هذا إلى جانب أن هذا الطائر يمتلك أقداما كبيرة، كل قدم بها 3 أصابع وكل إصبع به مخالب، ويصل طولها إلى 12 سنتيمتر تقريبا، لذلك فهو يمتلك القدرة على التصدي إلى الإنسان وعلى توجيه الضربات القوية جدا والتي من الممكن أن تسبب له آلاما كبيرة. يرجع موطنه الأصلي إلى الغابات الشمالية في استراليا وغينيا الجديدة، لذا يجب عليك الابتعاد عن هذه المناطق أو على الأقل توخى الحذر أثناء السير فيها. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.